لما ربنا يتجلى على الزمان يجعل الأعمال الصغيرة أعظم من الأعمال العظيمة في الأزمنة الأخرى، يعني العشر الأوائل زي ما انت حاضر. بس هقول لك نص حديث مش مشهور قوي. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام خير من عشر الأضحى، من خير يعمله المؤمن فيه. مفيش أيام أحلى من عشر الأضحى إن أي مؤمن يعمل أي خير فيه. وزمان الصحابة كان عندهم أعلى حاجة في الدين، النبي علمهم كده، ذروة سنام، يعني أعلى حاجة في ديننا الجهاد في سبيل الله، دفاعا عن الأوطان ودفاعا عن الأديان. فكان المعيار الأكبر، لدرجة أن سيدنا النبي يقول: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. إيه فواق ناقة دي؟ لما تيجي تحلب الجمل بتشد كده ضرع الجمل، واحد ينزل شوية لبن وبعدين تشد تاني، المسافة ما بين الشدتين دول اسمهم فواق ناقة. اللي حارب المدة دي وجبت له الجنة، لغاية ما جينا قال: ما من أيام خير من عشر الأضحى، من خير يعمله المؤمن فيه. قلنا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال لهم: آه. وهنا تغير المفهوم، ولا حتى الجهاد، إلا واحد طالع يقاتل في سبيل الله، أم بايع كل أصول الثبتة، كل البيوت اللي عنده، كل العربيات اللي عنده، كل حاجة بيمتلكها وتبرع بها للجيش، وبعدين خرج بنفسه. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء. الأعمال الصغيرة في الأيام اللي ربنا بيتجلى عليها دي أفضل من الأعمال العظيمة في أيام أخرى.